بوكوس يا فرشوشه يا حوته مول الزيتونه ويا خونا ياسين الهشير 24 سنه قريت في كازا كبرت في كازا خديت لي ديبلوم ديالي هنا في هذه المدينه السعيده عندي ان باك بلس 5 في الماركتينغ عندي درت انفورماسيون في الاوديو فيزيوال وخدمت بها شويه ودابا خدام في الدومين ديالي ديال الماركتينغ هادشي اللي كاين. الفكره ديال الفيديو هي زعما على باز التكوين المسرحي اللي زعما واحد الدرس في دار الشباب في الحصه ديال المسرح في حصه المسرح ديال الارتجال خلاتني ان زعما انا ديجا كنرتجل وكما كيعرفوني الناس كما كيعرفوني صحابي وزعما الناس اللي تيعرفوني انا اصلا زعما الارتجال ما عنديش مشكل في انني زعما كيفاش نجبد الاغنيه ولا كيفاش ندير هذاك الفيديو مولف كنديرو كنبارطاجيه مع صحابي غير هو بهذيك الطريقه زعما البوماده فوجي ما هذاك لاكر الكريم اللي فوجي ما كنديرهاش زوين 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 راه معروفه والله الا بوكوس راه زوين زعما كنت كندوي على راسي في ديك اللحظه زعما انا راه داير هذيك العيبه وراني زوين والله الا بوكوس افرتوته يا حوته امزح حيت خاصك باش 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 تعطي بحال قلنا واحد باش تعطي ديك لاتوش ديال الكوميديا في الفيديو ديالك خاصك تزيد شي كلمات اللي غيضحكوا الناس حيت هذيك الكوميديا زعما تقدر تضحك بشي حوايج اللي انت عارفهم تقدر تضحك اللي انت بشي حوايج اللي انت ما عارفهم. الفيديو كيف ما انا ماشي انا اللي بارطاجيته في الاول كنبارطاجيه مع صحابي وديجا خدمت بزاف لي كابسول اللي كنديرهم في السطوري وواحد من صحابي لاحو وانتشر بهذه الصوره هذه في جروب فيه بزاف ديال الناس هو كان كيامن بانني انا كندير دي فيديو واعرين سواء كنغني سواء كندير بحال هذا الكوميك هذا وكان كيقول لي ياسر راه غادي نلوح في شي فيديو ديالك راه غادي يدير ضجه قلت له يلا توكل على الله ولاحو هزوا لاحو صافي ملي كنشوف اول حاجه كنقول الحمد زعما كنقول الحمد لله اللي لقى واحد هذا الاعجاب هذا والناس زعما مادام قلدهم دونك راه عجبهم ملي كتشوف فنان مغني كوميدي كل شيء تقريبا صغير كبير مرا كبيره راجل كبير زعما جميع الفئات لا من المشاعر لا من زعما من الجمهور العادي ولا كتقول الحمد لله بعدا انا راه درت واحد الحاجه اللي غادي تبقى عليا ديما انا صيفطوا لي داك الفيديو ديال داك السيد حتى هو ما عندي ما نقول ليش نقول الله يسهل عليه حتى هو عرف اللي غنقول ليه على انه عرف يجسد هذيك الشخصيه اللي انا كنت كنلعبها مع لافوا ديالي اللي خدم لابليكاسيون وفي المستقبل ان شاء الله زعما الكوتي بروفيسيونيل مركز عليه اكثر من الكوميديا وغيكون ان شاء الله الجديد ضروري ما بهذيك الطريقه لا زعما بهذيك البوماده فوجي وهذيك زعما حتى هذا كان فيديو عفوي وغيكونوا فيديوهات كاين فيديوهات جداد ان شاء الله دي زيدي واعرين لي زافونتاج اللي حلوا ليا كاين عروض ديال الاشهارات و واش